شاب اسمه احمد عاكف، هو معايا على التليفون دلوقتي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. عندك كم سنه؟ انا عندي 20 سنه. جميل جميل ان يكون عندك 20 سنه وتحاول توثق بسرعه كده لحظه مهمه. ايه اللي خلاك تفكر انك بدل ما تساعد تطلع موبايلك وتصور؟ مع حضرتك كلنا واقفين مش عارفين نعمل اي حاجه، مش عارفين نساعده باي حاجه. ايوه. لا انت عارف تمد ايدك تشيله، ولا عارف، احنا واقفين نقول يا رب بس. ايوه. فقلنا هنعمل ايه؟ انا قلت اصور مشهد زي ده، ما ينفعش يفوت كده، لازم نتصور حاجه زي كده، حاجه عظيمه زي كده لازم تتصور. دي حقيقه، دي حقيقه، وانت عملت عمل عظيم وخليت كل الناس. انا شفت ربنا سيدات يخليك. بيبكوا النهارده وهم بيشوفوا الفيديو، لان الموقف هم صعب حسوا. جدا، موقف صعب صعب. بس يعني الاب كانت حالته كويسه بعد ما عدى القطر بسلام؟ هما الاثنين يا فندم ما فهمش اي حاجه خالص. لكن نفسيا كانوا كويسين ولا لا الصدمه نفسيا اثرت هو عليهم؟ كان بعد ما طلع عمال يقول الحمد لله الحمد لله، ما قالش غير كده، ربنا كتب لنا عمر جديد، غير كده ما اتكلمش، لا عرفنا عنوان ولا اي حاجه عنه. بتشتغل ايه يا احمد ولا بتدرس؟ انا طالب في كليه التجاره جامعه قناه السويس. بقيت نجم دلوقتي بقى يا احمد انت. لا والله يا فندم عادي يعني. شكرا جزيلا على توثيق هذا المشهد، احمد عاكف مصور هذه اللقطه البارعه والمشهد الانساني العالي.